It is going to be a disaster for Russia if they invade Ukraine. بوتين يهدد بالغزو. My guess is he will move in. He has to do something. 100,000 جندي روسي محتشدون على الحدود مع أوكرانيا. What a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine. وتحذيرات من حلف الناتو. If they once again decide to use military force against a neighbor, then there will be severe consequences, a high price to pay, economic sanctions, financial sanctions, political sanctions. أمريكا تخصص 200 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وبريطانيا ترسل أسلحة دفاعية إلى كييف. جولات مكوكية لوزراء خارجية أمريكا وأوروبا وروسيا. العالم على شفا حرب، وهذه القصة من البداية. عام 1991 نكس السوفييت أعلامهم. انهار الاتحاد السوفيتي، تفككت جمهورياته وبدأت في إعلان استقلالها، وعلى رأسها أوكرانيا. لكن هذه الدول ظلت تدور في فلك روسيا. أوكرانيا تحديداً كانت تمثل حالة خاصة للكرملين، إذ أنها تمثل عمقاً استراتيجياً هاماً وحساساً للأسباب التالية. أوكرانيا وبيلاروسيا تقفان حاجزاً جغرافياً يفصل روسيا عن الدول الأوروبية الكبرى ذات العضوية في حلف الناتو، الحلف العسكري الغربي الذي تأسس عام 49 لمواجهة أي تهديد من الاتحاد السوفيتي. كما تتشارك روسيا حدوداً مع أوكرانيا طولها أكثر من 1200 ميل. تتأكد أهمية أوكرانيا لروسيا عند معرفة أن نحو 17% من السكان هم من الروس ويتركزون شرقي البلاد، كما أن نحو ثلث السكان في البلاد يتحدثون الروسية. وتاريخياً كانت أوكرانيا تعرف باسم روسيا الصغرى ومهد الكنيسة الروسية الأرثوذكسية التي نشأت على أكتافها إمبراطورية القياصرة الروس. وفي أوكرانيا خلال القرون الوسطى ظهرت دولة كييف روس، وهي اتحاد من القبائل السلافية قبل عصر الدول القومية في البلدين. بل إن بوتين نفسه كتب مقالاً عام 2021 أشار فيه إلى أن الروس والأوكرانيين والبيلاروس من نسل سلافي واحد، وأنهم كانوا يتحدثون لغة واحدة هي الروسية القديمة. يضاف إلى ذلك أهمية موقع أوكرانيا الجغرافي بالنسبة